A long straight wire has a radius R and carries a current I that is uniformly distributed over the circular cross section of the wire. يعني الاي ده متوزع على كامل مساحة الدائرة اللي احنا شايفينها اللي هي نص قطرها R. Find the magnetic field both outside the wire and inside the wire. احنا عارفين ان البي outside صيغتها معروفة اللي هي ميو نوت على 2 باي في كل الاي اللي بيمر في السلك على الار. طبعا الار اقصد فيها نرسم احسن لو عندنا حاجة بالمنظر ده. وعلى بعد R من المركز يبقى الاي اللي بتمر في السلك ككل اقسمها على الار يبقى ده البي اوتسايد يبقى هقول ار اكبر من الار. فلو احنا بنتكلم على اكبر من الار يبقى الصيغة العادية، لكن لو كانت الار اصغر من الار ده اللي فيه شغل شوية لان ساعتها الاي هتبقى اقل. مرة تاني هرسم دايرة كبيرة وداخلها دايرة صغيرة ولتكن كده مثلا. الاريا الصغيرة اللي جوه دي ما فيهاش اي، الدايرة الكبيرة اللي فيها اي هنا ار وهنا ار كابيتال. فمعنى كده ان الاي داش هيساوي الاريا بتاعت الار على الاريا بتاعت الكابيتال ار في اي اللي هي باي ار تربيع باي ار تربيع في اي. نشيل الباي مع الباي يبقى ار تربيع على ار تربيع في اي. ساعتها بقى نطبق نقول البي انسايد هيساوي ميو نوت على 2 باي اي داش على ار برضو سواء اسمها ار سواء اكبر او اقل هتساوي ميو نوت على 2 باي. الاي داش بتساوي ار تربيع فاي على ار تربيع ولسه الار دي موجودة. معنى كده ميو نوت على 2 باي ار تربيع تفضل موجودة وهيتبقى بس ار وهنا اي. يبقى اللي اختلف هنا اي على ار هنا اي في ار على ار تربيع. الاختلافات ده اي على ار بس اي ار على ار تربيع يعني دي نسبة ار على ار تربيع دي تعتبر اللي بتقلص قيمة الاي مش الاي كاملة. هنا اي على ار بس لكن هنا اي على ار تربيع في ار فالاي على ار دي هنا على بعضها الاي كلها تاخدها وتقسم على البعد اللي انت بتحسب عنده. اما هنا لا باخد نسبة من الاي فعشان كده الصيغة دي اختلفت.